أخبار اليوم. إنجاز لأنها بتعمل إنجاز. ثانياً بشكر كل الحضور من الوزارة ومن الشركات من المطور العين ومن المطور العين كل القائمين على هذا العمل الجميل. عايز أقول لحضراتكم إن الحمد لله استراتيجية شعار ناجحة مع المصريين، وفعلاً بيكو وكل المجتمع ممكن فعلا نستطيع ان نعمل حاجه بتاعتي. فان شاء الله يعني دي مبادره بدات تستمر وان شاء الله تستمر، وبنحث رجال الاعمال طبعا والمستثمرين كل ما يقدر على انه يعمل حاجه بالتعليم في هذا الاطار ان احنا نبنى مدرسه او نبني مدرسه. ده كله هيفيد مصر وهيفيد الاعمال التعليميه. لسه كنت بتكلم مع رجال الاعمال دلوقتي على بعض الحاجات اللي احنا بنعملها لسه الناس ما تعرفش عنها حاجه، زي مدرسه جوه المصنع ومصنع جوه المدرسه. فاحنا برضه بنقول للشركات المصانع احنا عندنا الفكره بتاعت مدرسه جوه المصنع. احنا بنحتاج على الاقل ثلاث فصول كلها تانيه ثالثه، وممكن يبقى في مكان بس للمعلمين. احنا بنوفر الاداره المدرسيه معلمين المواد الثقافيه، هم بيوفروا مدربين والتدريب على خطوط الانتاج بتاعتهم. الموضوع ده كان بدا من 3 سنين ب 17 مدرسه، النهارده اعتقد يمكن وصل ل 50 مدرسه. بس احنا عايزين كل شركاتنا وكل مصانعنا تتبنى المشروع ده معانا، لان بناء المدرسه تعليم تربيه تربيه كتير قوي، والتكنولوجيا بتتطور. فاحنا هنجهزها بعد سنه بعد اثنين هنلاقي ان التكنولوجيا اللي موجوده عندنا بقت قديمه، فما بتساعدش على أو هتساعد على التدريب كويس للمعلمين. سيادة الوزير، هل سيادتك شايف إن المبادرة دي ممكن تساعد في تطوير البيئة التعليمية إزاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تساعد، احنا عندنا حوالي 50,000 مدرسة. نقدر نقول إن تلات أرباعهم محتاج بين صيانة شاملة وصيانة عادية. محتاجين نبني مدارس، محتاجين نبني نوصل نزود كمان 10,000 مدرسة عشان نوصل للكثافة بتاعت الطلاب ال 40 طالب في الفصل، أو محتاجين نبني 20,000 مدرسة عشان نوصل للكثافة ال 25 طالب في الفصل. فالحل فيه إن إحنا عايزين لما تيجي تحسبيها حضرتك كده إن إحنا محتاجين 100 مليار جنيه. فلازم الحكومة مش هتقدر تدينا 100 مليار جنيه، ولو بتدوم لنا هتدوم لنا على سنين كتيرة قوي. بناء عليه مع زيادة النمو السكاني ومع زيادة عدد الطلاب اللي بيخش، فعندنا دايما أزمة. عشان كده احنا عاملين خلال الثلاث سنين يعني 14 17 احنا لازم نبني 10,000 مدرسه ونصون بقيه المدارس اذا كانت صيانه شامله او صيانه مصريه. ثالثه اعدادي عندي 14 سنه مدرسه الاتحاد التعليمي الاساسي. انا جايه النهارده اتكلم عن برنامج انجاز زي الصمام. واكتر حاجه عجبتني في البرنامج التصريحات اللي حصلت في المدرسه. هم بياض الحيطان وانا كنت واحده من المتطوعين اللي بياض الحيطان، واحدة اللي كانت هدفها على الحيطة أنا نفسي أكون دكتورة. كنت كل يوم أدخل في المدرسة كنت بشوف هدفي على الحيطة، كان حبي للعلم بيزيد أكتر عشان خاطر أوصل لهدفي. وكمان غيروا لنا الفصول، صلحوا لنا الإزاز اللي كان متكسر، وده خلانا نحافظ على فصلنا، ما حدش يكتب على الحيطة، ما حدش يكتب في الإزاز، ونحافظ عليه محافظة تامة. وواحدة من المتطوعين سليم علمتنا إزاي نعمل مشاريع كتيرة، وأول مشروع عملناه ان احنا نستفاد كل حاجه زي الزباله. علمتنا ازاي نعمل سندوتشات، واحد خاص بالزجاجات والتاني خاص بالاطعمه عشان خاطر يعملوا معايا تدبير. وكده ده كان في الحياه العامه. اما تسليم شجعني في حياتي الخاصه، انا كنت بحب اقول شعر ابتداء ما اقرا، وكنت بكتب وكان صحابي دايما بيتريقوا عليا. تسليم ساعدتني ان انا اروح لادوات واقول اشعار واتكرمت في كتاب واتكرمت في مدرستي، وعلمتني ازاي اعمل مشاريع احسن فيها ربح وخساره. وهقول ابسط مشروعين، المشروع اللي اتعرض على مدير المدرسه